بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعي هالأسبوع عنوانه النظافة من الإيمان. كتبت عندي تغريدة بتويتر وعندي بالسناب إن هل الحين في ناس فيهم ريحة أباط وريحة حلج وهذا؟ انصدمت بكمية رسائل إن هذا الواقع موجود. طبعا أنا أستثني من كلامي الناس اللي فيهم مرض ولا فيهم غدة عسى الله يشافيهم. أنا كلامي حق اللي ما فيهم شيء وما يتسبحون ما يهتم بنظافة جسمه. فأحب أقول لكم أن ديننا الإسلامي ربط النظافة بالعبادات بل وبأهم العبادات. صلاتك ما تنقبل إلا إذا جسمك نظيف، ما في نجاسة، لبسك نظيف، تصلي بمكان نظيف وإلا الصلاة غير مقبولة، وكذلك باقي العبادات. أحب أقول لكم في أدوات للنظافة حق هذه الفئة اللي ما تهتم بنفسها. ناخذ أول أداة الديودرنت بعد ما تسبحون باليوم مرتين ثلاث بالصيف كل ما تعرق تحط هذا على أباطك علشان ما يطلع ريحة، وهذا موجود بالصيدليات والجمعيات. فرشة أسنان ينحط عليها معجون، هذا اسمها فرشة أسنان، وتنظف فيها أسنانك من جميع الاتجاهات مرة أو مرتين باليوم لتفادي رائحة الفم. مضمضة للثة علشان يزيل بقايا البكتيريا بحلجك، يعني مرة قبل لا تنام على الأقل، وموجود بالجمعيات والصيدليات. عطر، الواحد لازم يتعطر، لكن احذر تتعطر وانت فيك ريحة أباط، يعني صايدها تبي تغطيها كذي الريحة تزيد وتصير ريحتك مرق. قطن أذون، ساعات يكون في شمع موجود برا فتنظفونه لأن شكله يصير مشمئز زين. شنو عندنا بعد؟ عندنا هذا مال الريول، قاعد الريول يعني الجلاغ هم بعد في روائح تذبح. وأي أحد عندكم ما يعرف هذه الأمور مسكوا على جنب وانصحوه علشاني وعلشانك وعلشان كل الناس، علشان بس نعيش بسلام ونتنفس بسلام. أنا ما أحبك أنا أتنفس هواك.